قام فخامة الرئيس رمضان أحمد قاديروف رئيس جمهورية الشيشان الصديقة بزيارة إلى الحرس الملكي، ولدى وصول فخامته كان في استقباله سمو اللواء ركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي، وسمو المقدم ركن الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة. بعد عزف السلام الوطني للبلدين الصديقين جرى تفقد حرس الشرف الذي اصطف لتحية فخامة الرئيس، بعد تم تلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم ألقى سموه كلمة بهذه المناسبة. يشرفنا فخامة الرئيس في هذا اليوم المبارك أن نستضيفك بوحدة الحرس الملكي بين أبطال قوة الدفاع الذين يقومون بكامل واجباتهم داخل وخارج مملكة البحرين، وهذه هي أمانة في أعنقنا إلى يوم الدين، وإنما هذا والعمل في هذه المؤسسة هو شرف لنا جميعا وأمنية لنا جميعا أن نلتحق بهؤلاء الشهداء الذين أضحوا بدمائهم نصرة للدين والحق. واليوم في ضيافة فخامتكم في وحدة الحرس الملكي يتشرف جميع ضباط وأفراد هذه الوحدة بلقائكم شخصيا، والجميع يفخر بما تقومون به من بطولات، والجميع قلبا وقالبا معكم، والله ولي التوفيق. بعدها قام سمو قائد الحرس الملكي بإطلاع الضيف على عدد من الآليات والأسلحة الحديثة والمتطورة بقوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية والتي يستخدمها أفراد قوة الحرس الملكي الخاصة لأداء واجباتهم ومهامهم العسكرية، حيث أبدأ فخامة رئيس جمهورية الشيشان إعجابه بهذه الآليات والأسلحة. وشهد فخامة الرئيس رمضان قاديروف رئيس جمهورية الشيشان جانبا من التدريبات الميدانية التي نفذها منتسبو قوة الحرس الملكي الخاصة، اشتملت على عدة عروض لمختلف أنواع الأسلحة والتشكيلات، حيث أبدأ فخامته إعجابه الشديد بالتدريبات والعروض العسكرية التي تعكس المستوى الرفيع للتنسيق والتكامل في أداء الأدوار المختلفة التي أظهرت مهارة عالية المستوى، مشيدا فخامته بمدى الاحترافية والجاهزية التي يتمتعون بها.